يعني حد يتفرج علينا يا استاذ عمر يقول يعني انتوا بتقدموا استشارات يعني مجرد تقديم استشارات معقوله فوربس بجلاله ادراها تقدر تاخدكم وتخليكم نموذج ردك ايه يكون فيه؟ <applause> <applause> يعني طبعا هي فرصة كانت كانت فرصة بالنسبة لنا كبيرة ويعني زي ما بيقولوا ريكوجنيشن للمجهودات اللي احنا نحن نعملها احنا طبعا زي ما زميلتي منا كانت لسه بتتكلم دلوقتي هو الهدف الأساسي اللي احنا ابتدينا بيه إن احنا لقينا فرصة واضحة في السوق المصري، الفرصة دي بتتكلم من خلال الأرقام. في عدد كبير جدا من الخريجين يمكن يكون أكبر عدد من الخريجين سنويا في التعليم العالي على مستوى الشرق الأوسط فده هو الجزء، الجزء الثاني في استثمارات كانت موجودة بمليارات الدولارات على مدار الخمس سنين اللي فاتوا في قطاع ريادة الأعمال. فالفرصة غير إن هي متاحة هي متجددة. طب بس عملتوها الفرصة إزاي؟ آه. يعني جبتوا يعني عملتها إزاي؟ إزاي نقدم استشارات في عالم ريادة الأعمال حاجة صعبة مش حاجة سهلة أكيد أكيد احنا اللي بنعتمد عليه بشكل أساسي هو البيانات أو الأبحاث اللي احنا بنعملها أو الريسيرش احنا بنعمل الريسيرش بتاعنا سواء كان على مستوى البيانات الاقتصادية في نفس الوقت البيانات السوقية أو الماركت ديتا الموجودة وبنبتدي ندي نبني صورة كاملة للسوق أو القطاع أو الصناعة اللي شركة ريادة الأعمال شغالة فيها سواء الشركة دي احنا بنشتغل برضو بالمناسبة مع الشركات الناشئة المصرية أو الشركات الناشئة الأجنبية اللي عايزة تخش السوق المصري. <applause> فمن خلال البيانات دي بنبتدي نعمل التحليلات بتاعتنا، بنبتدي نقيم الفرصة، بنعمل يعني مش عايز أقول دراسة جدوى بس ماركت انتري ستادي أو دراسة لدخول السوق. من خلال بقى الدراسة دي بنقدر نحدد الفرصة موجودة فين في الماركت، يقدر يشتغل فين بأحسن شكل، إيه الاستراتيجي أو إزاي يبتدي يبني الأوبريشنز أو العمليات بتاعة الشركة جوه السوق المصري بالتتابع أو بالخطوات المطلوبة. <applause> سواء بقى من خلال برضه زي ما زي ما اتكلمنا طبعا دلوقتي على ان احنا برضو بنبص على السياسات ازاي يقدر يستفيد من الحوافز الحكوميه والاعفاءات الضريبيه في تاسيس الشركه الناشئه نفسها <applause>